خالص. تمام. هسه بعد الخطوات الأولى اللي أداها مهندس المواد، اللي هي من تحليل المشكلة، درس خواصها شنو المطلوبة، اختار المادة، درس شنو ظروفها. هسه راح يجي مثلا أوكي اختار المادة صنعها، بس لازم يدرس خصائص المادة الإحيائية اللي سواها اللي صنعها، استنادا إلى شنو، يعرضها إلى ظروف مشابهة للظروف اللي راح يتعرض لها داخل جسم الإنسان. لذلك أكو عدة أشياء أو تساؤلات لازم واحد يتطرق لها، يعني مثلا هل هذا الجهاز اللي صنع راح يتحمل القوة الميكانيكية اللي راح يتعرض لها؟ لو لا زين، هل سطح الزرعة امبلان سيرفس راح يتفاعل ويا الظروف المحيطة إلها؟ ومن راح يتفاعل معناها اوكي استجاب الى باي كومباتيبلتي، تتوافق وياه. اكو اشياء ما تتفاعل تبقى خاملة، بالتالي تؤدي الى فشل الزرعة. لذلك هم يدرس هذا تداخل السطح الزرعة مع الجسم المحيط. لذلك من اهم الخصائص اللي يتم دراستها من قبل مهندس المواد اللي هي الخصائص الميكانيكية، ميكانيكال بروبرتيز اوف باي ماتيريال. بهذا الاختبارات راح يتم تسليط قوة، طبيعة القوى راح تختلف حسب الاختبار المسلط لها. مثلا هنا عندنا بالحالة الأي اللي هي عندنا قوة الشد، اللي هو راح يسلط قوة باتجاهين معاكسة تؤدي إلى السحب، بينما بالكومبريشن لا، قوة راح تضغط على العينة. الاختبار الثالث فرضا اللي يسمى الشير، اللي هو القاص، انه هو القوة راح تسلط بصورة موازية لسطح العينة لكن باتجاه معاكس. هسه راح نبدي نعرف شنو سلوك كل مادة تحت كل اختبار، أو شنو الغرض من كل اختبار. طبعا هو طبيعة الاستجابة للجزء المصنع راح تختلف اعتمادا على شنو. أول شيء راح تعتمد اختلافها على طبيعة القوى المسلطة. ما من الممكن نفس العينة مختبريها اختبار شد واختبار انضغاط، ما من الممكن يكون سلوكها مشابه بالشد والانضغاط، فهنا يعتمد على طبيعة القوى المسلطة. ثاني شيء راح يعتمد على معدل القوى المسلطة، هل هو راح يتعرض إلى قوة سريعة لو راح يتعرض إلى قوة بطيئة. هذا طبعا يعتمد الاختبارات احنا قلنا اعتمادا على طبيعة الجزء الحقيقي اللي داخل جسم الإنسان، شنو راح يتعرض من قوة. النقطة الثالثة اللي هي درجة حرارة المادة، هل هي مادة موصلة أم غير موصلة، التطبيق يتطلب مادة موصلة أو مادة عازلة. النقطة الأخيرة اللي هي الظروف المحيطة، الظروف المحيطة بالعينة أم إلها تأثير بنتيجة الخصائص إلها. هسه راح نجي على أول اختبار من الاختبارات الميكانيكية، التنسايل تيست. طبعا بعد ما يصنعون الجزء سواء سوفت اف او هارد تشي او لاي عضو، لازم يتم اختباره باختبار الشد. شنو الغاية من اختبار الشد؟ اختبار الشد هو قوة يتم تسليطها على العينة، ينتج منها القوة المسلطة تشوهات. بداية فلهذا يرسم ستريس سترين مخطط اجهاد انفعال. بداية تسليط القوة لحد الألتيميت راح يكون التشوه الناتج مع القوة سلوك لينير، سلوك خطي، يعني تزداد التشوهات بزيادة القوة المسلطة. ويكون سلوك المادة بهذا الجزء يسمونه إلاستيسيتي مرن، يعني من يزيل القوة المسلطة ترجع المادة شكلها الأصلي ما قبل الاختبار. عادة يسمون المادة أو يشبهوها بهذا الجزء مثل السبرنج، يعني يضغط عليه ينضغط، بس مجرد إزالة القوى المسلطة راح يرجع الشكل الأصلي. أما الجزء اللي ما بعد الألتيميت تنسايل سترينث إلى منطقة الفشل أو إجهاد الفشل فراكشر تفنس، هنا المنطقة راح يكون سلوكها نون لينير، يعني التشوه غير مناسب مع القوة، راح يتشوه بصورة كبيرة، إضافة إلى أنه المادة تكون بلاستيك، يعني من إزيل القوة المسلطة ما راح ترجع شكلها الأصلي مثل ما قبل
تسليط القوى. الغاية الأساسية قلنا من التنسايل تيست هو الجزء الأول الإلاستيسيتي المهم، والغرض من عنده والسلوب مالته أو ميل مالته راح يمثل لنا معامل المرونة للمادة. هنا كمهندس مواد هو هذا الغاية الأساسية منه، هو إيجاد معامل المرونة. ليش؟ لأن إحنا كل جزء مصنع له معامل مرونة. يعني فرضا على سبيل المثال، مثلا لما هو دا يصنع عظم، قد يكون عظم ساق أو برغ السن، العظم له معامل مرونة من 3 إلى 40 جيجا باسكال. لازم من يختار مادة معامل المرونة مالتها نفس هذا الرينج، حتى لا يصير اختلاف بالخصائص الميكانيكية، لأن من يصير اختلاف بمرور الوقت راح يفقد هاي الزرعة. هنا دور المهندس إنه يوفق بين اختيار المادة الملائمة للتطبيق وبين خصائص المادة المصنعة وخصائص الجزء الأصلي المفقود. هذا فيما يخص التنسايل تيست. اختبار الانضغاط عادة يعني احنا قلنا هو قوة راح يسلطها يضغط عليها، لكن لنفس المادة سلوكها تحت الشد يختلف عن تحت الانضغاط. على سبيل المثال مثلا المواد السيراميكية هي كلش قوية باختبار الانضغاط، بس احنا ما نقدر نسوي لها شد لان هي كلش ضعيفة. هذا اختبار الانضغاط. الشير او اجهاد القاص انه احنا قلنا راح يسلط قوة ويسحبها بصورة، القوة راح تسلط بصورة موازية لسطح العينة ويبدي يسحبها باتجاهين معينة. أيضا الغرض من هذا الاختبار هو إيجاد معامل القاس بطريقة مشابهة لاستخراج معامل المرونة من اختبار الشد. الاختبار الرابع والخاصية الرابعة الميكانيكية المهمة اللي هي الهاردنس، صلادة المادة، اللي هي قابلية المادة على مقاومة التشوهات المسلطة لها. عادة إن شاء الله بصف رابع هسه تاخذون اختبار الصلادة للمواد البوليمرية أو للمواد السيراميكية أو أي مادة معدنية. بهذا الاختبار بروب أو متحسس كرة يبدي يضغطها على سطح العينة، من عندها راح ينطينا قراءة تمثل لنا الصلادة مال العينة. هاي يعني هو فحص لا إتلافي عكس باقي الفحوصات اللي شرحناها، من يسلط مادة يتلفها، هذا لا، يقيسه موضعي يشوفه ايش قد صلادة المادة. الاختبارات الميكانيكية الأخرى مثلا البيندنج، الانحناء اللي هو عادة راح تكون عينة توضع بصورة أفقية على مسندين ويتم تسليط القوة من فوق من الأعلى. الغرض من هذا الاختبار هو أيضا إيجاد معامل الانحناء بطريقة مشابهة لمعامل المرونة من اختبار الشد، لكن طبيعة الاختبار مختلفة حسب الـ ASTM لكل فحص. عندنا الفتيك تيست اللي هو إجهاد الكلال، اللي هو يتم من خلال تسليط إجهادات متكررة على المادة ويشوف المادة شقد أكبر عدد ممكن من الإجهادات تحملتها قبل حدوث الفشل. هذا يسمونه إجهاد متكرر. الاختبار الأخير اللي هو الكريب تيست، اللي هو اختبار الزحف، اللي هو يسلط مادة ويبدي يراقبها يشوف ايش قد الديفليكشن الانحناء اللي ظهر من المادة نتيجة تسليط القوة بمرور الزمن، أي تشوه الحمل بمرور الزمن ايش قد انطانا. هذا يسمونه اختبار الزحف، اختبار الكريب. هاي أهم الخصائص الميكانيكية. الخاصية الثانية اللي مهمة للمواد والمهندس المواد اللي هي خصائصها الحرارية، لازم يشوفها المادة شنو، هل هي موصلة للحرارة أم هي عازلة للحرارة. يعني مثلا على سبيل المثال احنا لما مثلا يصنعون قاعدة طقم الأسنان اللي هي اللثة، اللي هي عادة تصيب أيضا كبار السن نتيجة الأطعمة الغير صحية، المشروبات، راح يؤدي إلى تلف اللثة. من يجي مهندس المواد يصمم قاعدة طقم الأسنان يسمى بالمصطلح الطبي دنتشر، أول شيء نار يراعي الجمالية لأن هذا جزء ظاهر بالفم الإنسان، يعني ما يختار مادة سوداء. أولا معدن ما يرهن، ثانيا ما يختار مادة ألوانها داكنة، لازم تكون لونها وردي قريب من لون اللثة. عادة يصنع الدنتشر يصنع من مادة بوليمرية تسمى بولي ميثيل ميثا أكريليت. أختار الجمالية، أوكي. ثاني شيء يبدي خصائصها الميكانيكية لازم يدرسها، هاي
راح تلائم، لو لا لو تحتاج تدعيم أهم أيضا ياخذها بنظر الاعتبار. الخاصية الثالثة اللي هي خصائص الفيزياء الحرارية، طقم الأسنان يتطلب مادة توصل حرارة، ليش؟ حتى يحس بحرارة وبرودة الأطعمة والمشروبات اللي يتناولها الإنسان، لذلك من يصنع مادة لهنانة إضافة إلى خصائصها الميكانيكية وجماليته لازم يراعي هالخاصية. لكن في حالة أنه هو صنع عظم داخل جسم الإنسان، يعني عادة من المشاكل الأساسية مثلا لما نستبدله، احنا عادة العراق ما شاء الله بحروبة، ان الواحد يفقد جزء من عنده ويبدي يزرع له عظم داخل جسم الإنسان حتى يعوضه، وعادة هي هاي العظام يصنعوها من المعادن. واحدة من مساوئ المعادن انه هي موصلة للحرارة، لذلك من يصنع، فلهذا المريض يبدي يتحسس بالبرودة بالشتاء كلش باردة وبالصيف كلش حارة، هاي واحدة من مساوئ المعادن. لذلك من يصنع المهندس كعظم يستخدم داخل جسم الإنسان اللي هو هسه بدأ التوجه له كبديل للمعادن، إنه هو يصنع يا أما من مادة بوليمرية أو من مادة سيراميكية، لكن بعد التدعيم ومواد بحدها، يعني كلا المادتين بحدهم هما صحيح مواد عازلة بس كخصائص ميكانيكية بحدهم هما ضعيفة ما تتحمل قوة، خصوصا عظم الإنسان متحمل يتعرض إلى قوة انضغاط، قوة قد تكون حركة مثلا يستخدمها مثلا للهيب جوينت، يعني مفصل الورك يتعرض إلى حركة، فهاي كلها أمور ياخذها بنظر الاعتبار. الخاصية المهمة الأخيرة اللي تاخذها بنظر الاعتبار المواد الإحيائية هي خصائصها الكيميائية، يعني بعد ما أختار الميكانيكية وبعد ما أختار الحرارية يجي على الكيميائية. أهم شيء يعني مثلا هو ده يصنع قلنا عظم، ما من الممكن المادة، أول خاصية ما من الممكن المادة تذوب بمرور الوقت، يعني هو ده يصنع عظم ما مصنع علاج داخل جسم الإنسان، هاي لازم ياخذها بنظر الاعتبار أن المادة غير متحللة. ثاني شيء المادة ما تتآكل، هاي أهم خطوة، فعادة هو هاي الصفات السلبية هاي نتيجة استخدام المعادن بس بدوا يعالجون بها لما يستخدم بس معدن بيور بوحده. ثالث شيء والمهم من الخصائص الكيميائية انه هي بعد ما يزرعها بداخل جسم الانسان ما تؤدي الى ترسيب او ترشيح اجزاء من مكونات الامبلانت الزرعة. يعني شنو يترشيح؟ يعني مثلا يستخدم مزروعة مصنعة من سبيكة مثلا تيتانيوم فاناديوم ألمنيوم. جسم الإنسان لأن هو جسم مائي، فمن راح يدخل هاي المزروعة داخل جسمه ونتيجة الانتشار وتماس ويا جزيئات ما راح يبدي يرشح أو يطلق أيونات أو معادن اللي داخله بالسبيكة، قد يطلق ألمنيوم ويطلق الفناديوم، بس هي هذه المواد اثنيناتهم بمرور الوقت هي مواد سامة لها تأثير سلبي على جسم الإنسان، لذلك هاي أهم الصفات الواجب توفرها من ناحية الثباتية الكيميائية للمادة المختارة. أهم 3 أمور ياخذها بنظر الاعتبار. هسه راح نجي مثلا واحدة واحدة، شنو السولوبيليتي شنو إيروشن. السولوبيليتي يعني قلنا أنه هي ذوبان المادة، احنا قلنا ما نريد مادة تذوب خصوصا إلى مادة إمبلانت، بس إذا كعلاج أو علاج وقتي هذه لا لازم تكون متحللة. الإيروشن شنو؟ الاروجين هو مو مثل الكروجين، الاروجين يعني هو تعرية يبدي فقدان المادة نتيجة انه هو وضعها بوسط سائل ووجود دقائق، هاي الدقائق راح تحتك بقوة او تضرب بقوة على الجزء المصنع، ووجود السائل راح يبدي الى فقدان المادة. طبعا عادة هذا الاروجين يحدث هي بالامبلانت المصنعة، يعني ما من الممكن تصير بجسم الانسان الحقيقي، قدرة الخالق فوق كل شيء، يعني سبحان الله جسم الإنسان وعظام الإنسان غير معرضة للأروجين، بس الأجزاء المصنعة للتعويض الأجزاء المفقودة راح تكون معرضة للتعرية، اللي هي لأن إحنا جسم الإنسان هو وسط سائل قلنا 90% هو بمي، يبدي بداخله أكو بلازما، أكو بروتينات، أكو دهون، أكو كريات دم حمر، أكو كريات دم بيض وغيرها من المواد، فهذه اكو دقائق او دقائق موجودة داخل جسم الانسان ويا السائل، فمن يبدي
بقوة يقصف على الإمبلانت، أكو بيها انقسم من عندها يصير بيها الروجن تعرية أي تفقد نتيجة اصطدام الدقاق والسوائل بسطحها. النقطة الثانية اللي قلنا عليها أنه ما من الممكن تؤدي إلى ترشيح مكوناتها بعد مرور فترة زمنية من الوقت، يعني بالتالي يؤدي إلى فقدانها داخل جسم الإنسان. هاي طبعا أكثر الصفات هاي السلبية تصير، خصوصا ترشيح، تعرية، تآكل تصير بالمعادن. النقطة الأخيرة والمهمة أنه هي بالأي مزروعة أنه هي ما تكون كروجين تآكل. شنو كروجين؟ الكروجين طبعا جماعة فرع المواد العام إن شاء الله في صف ثالث عندهم مادة مخصصة لهم اسمها التآكل، بس احنا هنا راح ناخذها بشي بسيط، تعريف بسيط شنو الكروجين شنو التآكل. الكروجين هو فقدان المادة، اللي عندنا فقدان المادة نتيجة تفاعل كهروكيميائي. هذا التفاعل يعني مع الوسط، يعني مثلا من يخلي الزرعة داخل جسم الإنسان، احنا قلنا جسم الإنسان 90% تقريبا من عنده هو مي، فالتآكل منين راح ينتج؟ بصورة عامة التآكل من شنو يتكون، أو خليات التآكل من شنو تتكون؟ الأنود قطب قطبين، قطب أنود قطب كاثود. قطب الأنود هو اللي يكون فعال أكثر فعالية، وعادة هي تمثل لنا المزروعة. الكاثود لا، راح يكون هو الخامل أقل فعالية. وأكو سلك يوصل ما بين الأنود والكاثود، عادة هي بجسم الإنسان من راح تمثل؟ راح تمثل نقاط التماس اللي بين المزروعة وجسم الإنسان العظم. والوسط السائل المحيط اللي هو احنا قلنا الدم أو البلازما الدم، اللي هي راح تكون محيطة بالجزء. هذه المعادن بصورة عامة شنو القوة الدافعة للتآكل؟ ميل المعدن للتآكل بصورة عامة ينتج من ما يسمى بالإلكتروث روتيشن، جهد القطب. شنو جهد القطب؟ جهد القطب هو القوة المحركة للتآكل. عادة هم تم قياس هذا جهد القطب ممثل بالصورة، الهيدروجين هو المرجع أو الرفرنس، أو عادة قطب الجهد مالته الصفر، فراح يقيسون قطب تم قياسه من قبل العلماء. كل مادة إلها أو كل معدن إلى قطب جهد خاص به، يعني اللي أعلى من الهيدروجين بالأعلى اللي متمثل بالكود البلاتينيوم السيلفر، هذه مواد تملك قطب جهد قيمته موجبة. يعني شنو قيمته موجبة؟ يعني ما يتآكل، increasing nobility، شاري له بالincreasing nobility، يعني المادة هذه نهائيا ما تتآكل. أبسط مثال إلى مثلا الكولت، إذا شايفينك قبل في ماس يعني فترات زمنية بعيدة، نشوف أكو ناس كانوا يغلفون سنهم بذهب، مو مثل هسه بالسيراميك، يا أما هو للجمالية. وثاني شيء الذهب نهائيا ما يتآكل، هو أعلى المعادن بقيمة قطب الجهد، نهائيا ما يتآكل، غير معرض للتآكل. بينما المواد أو المعادن اللي أسفل من الهيدروجين مثل الأيرون، الحديد، التن، القصدير، كروميوم، زنك، ألمنيوم، كالسيوم، هاي تمتلك قطب جهد سالب. يعني من تنزرع أو يستخدموها بزراعة داخل جسم الإنسان راح تبدي تتفاعل ويا الوسط، وبالتالي تؤدي إلى التآكل، increasing reactivity مالتها، زيادة الفعالية مالتها راح تؤدي إلى التآكل. بس عندنا معدنين مهمة اللي هو مثلا الكروميوم والألمنيوم، صح أول ما يبدي أثناء تماسه ويا الوسط الحي راح يبدي التفاعل، لكن بفترة زمنية قصيرة راح ينتج أكسيد، يا يعني أما كروميوم أكسيد أو ألمنيوم أكسيد حسب المعدن، ذول الاثنين راح يسوي طبقة من هذا الأكسيد على السطح راح يحمي نفسه من التآكل. يعني هو من خلاه بالبداية صار بدأ بداية التفاعل رأسا بنا أكسيد اللي هو حماه. أقرب مثال للألمنيوم نشوفه بغض النظر عن المواد الإحيائية اللي هي يستخدم في صناعة الأبواب الخارجية، عكس الحديد، الحديد يتآكل بينما الألمنيوم لا، يحمي نفسه يعني يسوي طبقة أكسيد. هاي أهم الخصائص الكيميائية للمواد الإحيائية، لكن أهم الخصائص بصورة عامة عدا الكيميائية والحرارية والكيميائية، الموجود أيضا توفرها بجميع المواد الإحيائية، هي أولا تكون غير سامة، non toxic
يعني غير سامة، نون اريثينج غير مؤذية، يعني لا تؤدي إلى الهيجان. ممكن إنه هو ياخذها بس شلون نقول ما يتفاعل، بالتالي يؤدي إلى التهابات حادة جدا فتكون مؤذية. النقطة الثالثة أو الصفة الثالثة المهمة الموجود توفرها بجميع المواد الإحيائية إن هي تكون نو كارسينوجيك، غير مسرطنة، لا تؤدي إلى السرطان. والنقطة الأخيرة والمهمة إن هي تكون نون ألرجيك بوتيشن، غير مهيجة للحساسية. هاي أهم الصفات الموجود أو المفروض توفرها باستخدامها بجميع المواد الإحيائية. لهنا انتهت المحاضرة. أكو أحد عنده سؤال؟ دكتورة، سؤال. نعم. هذا هسه الفرع، هو هسه احنا درسنا انه كأنه احنا نصنع هاي الشغلات، احنا صح نصنع لون لو لو نقيس لهم التأثيرات اللي تصير والخواص. يصنع ويقيس، احنا يقيس يعني الخصائص ولا اللي فعلا نصنع، بمجالنا اللي هي قلناها الميكانيكية. أول شيء مو احنا مو نختار المادة، فلهذا أنا قلت لك بالتسلسل. أولا كمهندس مواد أول شيء يعالج المشكلة، يشوف شنو المشكلة، يدرسها، يختار المادة. بعد اختيار مم. المادة، هاي المادة اللي اختارها مناسبة للتطبيق أم لا، مش مدري هو مناسبة للتطبيق أو لا، اللي هي هاي مو الاختبارات اللي راح يجريها اللي هي العفو دراسة دكتورة، خصائص. العفو دكتورة، مو احنا مثال، يعني مثال، لو هسه مثلا بالجامعة يجيبون لنا مثلا شركة تعبئة الغاز، يجيبون لنا مثلا معدن مال مثلا دبة مال غاز، زين، احنا ما نصنع هذا شو اسمه، حتى احنا نقيس لهم ايش قد مقدار تحمله مثلا بس هو يدخل بها الضغوطات. تصميم المهندسين، يدخل بها تصميم مهندس المواد. ولهذا انتوا عندكم بصف رابع ان شاء الله من تواصلون اكو مادة اسمها تصميم، جميع المهندسين لازم يعرفون التصميم. هسه انا اوكي، على يعني سبيل هسه احنا هاي، المثال انطيك انا اختصاصي شنو، نعم ليش انطوني هاي المادة بالذات، مو بس انا، حتى اكو زميلات اللي وياي، وليش فتحنا هذا الفرع. انا اختصاصي كان تصنيع برغ السن، اختاريت مم. المادة وصنعتها، ودرست جزء من خواصها البيولوجية بس مو كلها. يعني المواد البيولوجية هم شلون يزرعوها، يزرعوها اقرب للانسان اللي هو يزرعوها بالحيوان. فاني أوكي. ما دخلت بهذا المجال لان هذا